قوله دولده وحن له هذه ترتك الله ينك حلو إن مدحوينه ما أنت جوجا مصبيحي أنا الحين كايسكو أتكينين دارين واحد يرجل لا يرد دارين سيهاي إن الدولده شن تفرض قعنت قشان يسوي سلا واحد جسنا يسوي وحكو فلان تضبص النضب مدحوينها هذو هلا نركيس هكسي والله هذه الله يهلانا قوله ما عارسنا واحد يسوي جيني يا جماعة سلا صوكله إذا كان أيار بالله يدك ويرحمنا يا وحلي يدك حمنا يا أتكارنا يا معري وحلي الدولة وحلا وحي كواي ساي مجرو وحي محابوس هيسو هدي سيديس قل ذا خاتم استد الله سبحانه إذا قلنا محابيس ساي هيان هدي سيد هيان مدة صوماليات يا عالم الإسلام ومدة صوماليات إلى يوم النبض يبرر قاهرنا قدوم عالم الإسلام يجمل وجوهنا تحصل كرينا وبرينا وبرينا لما كان أول عليه فلسطين دبعته أي هيسته وحن كقبل كرنا أنت عاهين ما يجف يقل إلهي وحن برينا النصر المعجل إنه سيعذبنا إلى سبحانه وتعالى أو كقبته ولا عليه إن عبد إلهي قد بجود أسوجي وحيو ذي فضل ذي النقطي وذي فضل المجاهدين تهوين كمسلمين مجاهدين تأيو قبلين بيدامين دعوة محيه ذي حنانيان عنطاي أوديانيان أي هوينكم مجاهدين جهاد كوكو قليين ولا لأن عربة وحي لقطي تردو ذي إلي جهاد كوكو قلان إنا غزب يا أوداميان ويبيان سينا إلى هذان أما دعوة حلستا أنك هذا نوكي إلى هذان أما داوي بانو درنا هذا نوع قل هذا إلا إنتا سيموت إلا يسوه دي يغنى يسوه دي ولا لأن نباطي سنة إلهي نباطة حقاقاو إنا كان نباطو إلهي هاي نغو كوليا ومد صوماليات ميل كسي جوكتو شن قبل باي مد صوماليات بكال نوصي علم إلهي وي صد حدي قبل إيه كالي إيه أن إسرائيل واقي هذي جبوتي تاولين لها جبوتي أو صومالي يا عنفر يا عرب علي نبض بيكون الدقيين نبض بيكون نوريين كل الكسرونات انت الاساسي او مدح الكيهي مصطفى محمد عجر ومدح الكيهي سجل نبض بويا او مدي صوماليات نبض بيكون نشي قبلك ان فلية صوماليات اياك نحب حنكور قبنا انو قبلك حسين لوني هبا كور قبنا لكن لبضي اسراعي لبضي بيو يولي وحكو يربح جلجلة ولا لن كوفر واضح كسان يجب أن نور رجينا فضلة الصومالية نبض يبرواق ووضع حسيلية نور رجينا إنا قلنا نبض بيننا هاي صدح يتذكى أصلا نبض إنتا يريد بريد ويتا كد عضي قبل الله صوليا كد عضي ماهي عالم كوردن الحين وقم الخاتك عيا ومض مستقر ودجن إمينو هذا يمكو حب الاب ميسا وموقتا أحزاب إن القرية موقتا ويحان هذا ورجلي وحانين أنا وأرن ماي وأنا وأرنمو iyahaa toosan on tartanka hal lagu galo hadii qolada xisbiga dawladdu waaj fadhiyaan qaar waxba cidba ka fadhida xisaabta mucaadkana kullay waxa ka iyaga ka fadhiya hadaan cid ka joogina kullay horta waxa markaya oo arkaya madaxweyne sharax madaxweyne maxamed cali baaqteen fadhiya iyo warkuna kullay wiiso gaariye radina maxamed xaashiba ka joogay korradina waxa ka joogaa saaxiibkay maxamed xaashiba ka joogay cabdul dheer oo wax badan soo wada shaqeynayay حزبك عند دولة ترتك بالله نبض على الموضة قال بالأمان قلت دولة وحن له هذه ترتك هالله ينك حلو وقال معارض أي بوليستان إن مدحوينه ما أنت جوجا مصبيحي أنا الحين كايسكو أتكينين سفي عن أوت أو سكاكتمين دارين واحد يرجل لا يرد دارين سيهاي إن الدولة شن تفرض قعنت قشان يسوي سلا واحد جسان يسوي بطكا هايسكا صور لقاء وحكو فلان تضبص النضب مدحوينها هذو هلان وحمد سيو نركيس هكسي والله هذي الله يهلان وحمد سو جيني إن سفي عن سكاكتل يقول يا كلو وريجي إنت يا ريحان تيا الحمالة يان أي كب حضا ماش قال الله معارسنا وحمد سو جيني يا كان سيدا صوك الله هذي أتشان وذكو قولي ستان وحي أوسيه هكا جين هلكي كسي والله وحي قول ذي إذن كور لي أي دمانا إذن كتوسيه إذن كان أي أربا الله يذكو يرحمنا يا وحالا يذكو حمنا يا أتكارنا يا معري وان هي أما أتكارن كي يلا أتكار ممانتو وان عني أما وان عرين دارين يرو عن كاسا إذن كلا أجل إيك صور رقم لحدو ذا وضع انت هلقا يهرف ذا يقوى كم قنبا ننا أنا كم قن أنا أعرف هم أو أنا كم قن لكن ذا تاجا يريا شاء يا أريا كو يا الله إلى هذا أما وان عني أما وان عرين حتى عني أما عرين إلى تاسي وحلو حي نوكر رسائي مجلس waxay dheer oo maanta aniga ciid oo xadha saaka uu igu soo dhacay soo xidhiidhigay in aan ka hadlo arinta maxaabiista ee lagu hayo ama laascaanood lagu hayo ama xaqeena lagu hayo waa asra wali taariikhda ma dhicin islaam islaam maxbuus u haysta oo dagaal dowladuhu way xilaano dad badan xiraa wajiraan laakiin dagaal islaam isku qaada
oo maxay haydeen xabiis kala qabsada hor oo may dhicin Soomaali intay dagaalantay dagaal kala qabsatana iyadana hor oo may dhicin marka asruhuna eeg u yidciimoona taa daama ala xubbihi miskiina wa yatiima wa asir inama mudhin kulli wajhi illah ki asir ka yahay la soo qabto wa la maamusa jiray wa la xurmay jiray waxyaalaha ugu fadli badan bay kamid yahay dadka casriga ah ee la soo qabto kulkaaba nabiga cid buu tirin jiray oo oran jiray hebel iyo hebel iyo intaas idinka barinaya dadkaasi yana inagu gaajoon ay waa kuwi gaalada haba saali fama baal bi rajul qof muslim ana muhaaduma saaxiibada wali Khalid bin Walid ayaa habeen niman asra oo soo qabtay ayaa wuxuu arkay dhaxan adag oo dhacayso markaas waa dadkan waa dhimanaya way inagu dhimanaya atfiil usara wardii u diiriye bulsho luqada qolada carbeed ayaa atiyooda ay tahay seexiyo gowda cabayta way wadaysay arooti buu ma faac ma faacil bil u saara war dhaxanti xalay dhacdayo oo ma qatalnaa soo naga wada laynada ilaahay subhanallah wakadalika nabiyullahi ta'ala muhammad sallallahu alayhi wasallam asira la soo qabtay nin qol uu dhiibay wuxuu ku yiri atiyoo war ninka dhaxanta ka dada Soomaaliga naba kelmad baa laga yaabaa xagga inuu dhacdo xagga inta badan dumarka dadka waa isticmaalaya dadkan dumarka wali u badan way deertay aniga way deertay maanta bay dumarku ilaadaan yaani balaayay ugu dhacday halkii ay ina ka dadaan ahayd kiimo nabigu magtiisii buu bixiyay ninkii magtiisii buu bixiyay mar hadii aan qabannay oo gacanteenu ku dhintay markaas sidaa daraadeed waxaan leeyahay dawladdu waxa la waxay ku waayaysaa ma jiro wixii maxabuus ay hayso hadii sii deyso sharaf waxaan ahay qolada khaatumaysteeda ee lascaanood iyaguna maxabiista ay hayaan hadday sii daayaan wax alla wax kaga dhacaya ma jiro waxaan ceebahay inuu ugu kordhiyaana ma jiro halkan baaq waxaan ka soo jeedinaya oo soo jeedinaya odayaasha beesha absame ee jigjiga jooga ee madax u yahay garaad kulmiye garaad maxamuud garaad dool xisay oo reer weyn oo magac la iyagoo la kaashanaya madaxweynaha jilka Mustafa oo ni walaalkeena Soomaaliyeed oo kumano toosan iyagoo la kaashanaya in iyagu arrinka galaan iyo ma muuqato dawladda Soomaaliland iyo qolada khaatimisteed la baxday in intay sor fariistaan ay maxabiisteen isku dhiibna oranayaan waqtiga xaadirka aan Cabdi Ahaan iyo muuqato laakiin islaamnimo iyo walaalnimo Soomaaliyeed waxa soo jeedinaya odayaashaasi inay kacaan nimankaasina waa tulkood oo waxba isku yihiin daarood magciisa isku yihiin halkan kalena Soomaaliland waa beel isu tagtagay weeyii laakiin beesha ee u xigta qolada absama u xigta aad bay isku dhex galeen oo haday seeditaay haday abtitaay haday saaxib waa dad sidaa ay isku dhex jiraan oo wali yaani xiriir weyn uu ka dhaxeeyo marka odayaashaasina waxaan baaq u dirayaa in arrinta gaaraan ilaahayna wadankeena hayno barwaaqeeyo.